صباح الخير. مفيش حد بيجي غير صباح الخير. صباح النور. تعالي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. مرحبا مرحبا.
انتوا لسه ما نمتوش؟ لا نمنا وجبنا الفجر، استلمنا الحراسه من عمر بيه وبقيه الرجال. يعني عمر لسه نايم؟ ما اظنش، انا عديت عليهم في الخيمه وما لقيتش حد. طب هكلمه. قوم بقى شوف لنا الرجاله عامله ايه. عيوني. لقيتي؟ مرحبا يا رجال. انا اسف. مفيش حاجه. ايه ما ردش عليكي؟ لا الرقم غير متاح. ما هي مشكله المنطقه هنا مش هتلاقي نتورك. طب ونوصل لبعض ازاي؟ غادي استخدمي ده. وايه الفرق ما بين ده وده؟ ده في جي بي اس هتعرف توصل له. هستنى شويه ولو اتاخر هكلمه تاني. اوكي. تحب تشربي قهوه؟ يا ريت. سكرك ايه؟ لا من غير سكر. انا كمان بحب من غير سكر. تحبي نتكلم مع بعض شويه؟ اكيد اتفضل. انت شكلك غريب قوي عن الناس دي. ازاي يعني؟ يعني حياتك المفروض تبقى الطف واحلى، حياتك تبقى كلاسي كده. انت متبهدله قوي مع الناس دي. مش فاهمه. الناس اللي انت معاها؟ ناس مين؟ عمر سلطان مثلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا ورد عمي. معايا ابن عمي. أمور. النبي عايزك تنقلي دي مية. عينيا. معلش هتعبك معايا. عينيا ليك. مسلم. السلام عليكم يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتحركت ولا لسه؟ نحن وراك. قطعتوا كم كيلو دلوقتي؟ قطعنا لحد ايه دلوقتي يا عمر؟ يعني عملنا 32 كيلو ونص تقريبا. 32 كيلو ونص تقريبا. ما تكملش على طول زي ما قلت. ليش يا مسلم؟ وقف وقف يا عمر بيك. ها دلوقتي في كرفان عليه حراسه في الطريق، والعلامه بتقول ان سيف فاضت عنده بقاله فتره طويله. ما تقدر تعرف مين هادول؟ لا ما كانش ينفع. المهم انك ما تحاولش توصل لهم دلوقتي. دلوقتي عرفنا مكانهم خلاص، ممكن نرجع لهم في أي وقت. دلوقتي مش أمان، هم أكتر وسلاحهم كتير. إيش تريدنا نسويها الحين؟ شرف بقى لحد ما توصل للأسفلت، وبعدين تكمل في نفس الاتجاه. مثل ما بتريد يا حبيب. خليك بقى على نفس الصراحة لحد ما أكلمك. مثل ما بتريد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر، اشترك لحد ما توصل الأسفلت، وبعدين كمل في نفس الطريق. خير يا مدير. في ناس في الطريق، خطر نقابلهم الحين. بس مين يعني؟ سيف مر عليهم في طريقه، بس الحين سيف مو موجود هناك. شرق يا عمر بيه تاني، شرق. يا دودو عشان خاطري يا حيسام. مش احنا اصحاب. طيب ما انت هتروحي لمامي، هتروحي لمامي من غير اكل؟ انا عايزه اروح لماما عشان خاطري ساندوتش واحد وحيد. دره سيف صباح الفل يا حبيبتي. كنت فين امبارح؟ معلش يا حبيبتي امبارح كان عندي مشوار مهم. اتأخرت. حقك عليا يا ستي. كنت عايزاك في موضوع مهم قوي. ايه الموضوع المهم قوي ده؟ ماما يا بابا وحشوني، ما تعرفش هيجوا امتى من السفر؟ طيب اسمعي يا قمر. انتي ليكي عندي مفاجأة عظيمة جدا. ايه؟ احنا مش هنستنى بابا ومامي لحد ما يرجعوا من السفر، احنا هنروح لكم. بجد؟ عشان امبارح كلمت بابي وقال لي انك وحشاهم جدا ومش عارفين يقعدوا من غيرك، بس احنا لازم دلوقتي ناكل بسرعه عشان نلحق الطياره اللي هتودينا كايرو. يس يور ذا وان اي لاف. حبيبتي وانا كمان بموت فيكي. وبعد كايرو على فين؟ قلت لك كل حاجه بوقتها. يلا كل يلا 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 بسرعه. اللي موقفنا هنا نادية. جربنا من الاسفلت زي ما قال مسلم. اشرب الشاي بعدين نشوف مسلم لما يتكلم.
مسلم. حياك الله يا حبيب. ايش؟ فين؟ استاذ سيف. قولي الوضع عندك بالظبط. تمام يا حبيب. حياك الله، حياك الله. مع السلامة يا حبيب، عليكم السلام ورحمة الله. يلا بينا عمر. أنا وعد آدم بالنسبة لي تحصيل حاصل. لما أنت متأكد إنه هينفذه، أمال إيه اللي مخليك عايز تاخد البنت وتسافر؟ بص يا لورا، من العادي إن آدم ينفذ وعده، ومن الطبيعي إن أنا أكمله فلوس الشغل، بس مش من الطبيعي أبداً إنه يتعبني أنا كل التعب ده. أنا سيف، محدش يعمل معايا كده خالص. عشان كده آدم لازم يندم، لازم يندم انه عطلني وانه بيعاملني مجرد وسيط بينه وبين الحسين والشحنه. انا مش سمسار، انا مش سمسار، وادهم لازم يفهم كده. انا مش سمسار، عشان كده هدفعه الثمن غالي، هدفعه الثمن دم ولحم، قلق ورعب وفلوس، وفلوس كتير لي انا، مش بس للي حسين والشحنه. انت ناسي انه كده هيكسب ثمن الشحنه دي مرتين؟ مرتين. أنا مش فاهمة، أنا عايز أفهم. بعدين بعدين، كل حاجة حلوة في وقتها. هنتحرك إمتى؟ قررت تاخدها على فين؟ كله في وقته حلو، أهم حاجة دلوقتي جاهزة البنت. يلا. أوكي. أمه رجال، أمه. يلا يا جماعة الخير، هنتحرك. إيه، وصلوا لسيف؟ أيوه. عايزين نجهز نفسنا زين، في سلاح كتير ورجال كتير. طيب خد انت الرجاله معاك في العربيه ومريم معايا. يلا يا مريم. يلا. مريم. تنزلي ثانية. أنا أقبل أي حاجة في الدنيا إلا العند. ممكن أعرف أنت جيتي هنا إزاي؟ جيت بدي. ما أنا عارف إنك جيتي بدي. وأنا كلامي ملوش معنى ولا إيه؟ هوا عبيط أنا؟ لا طبعًا يا عمر، مش قصدي، بس بجد ما قدرتش. ما قدرتيش إيه؟ أنت فاكرة إنك كده بتقفي جنبي بتساعديني يعني؟ وانا في ايه ولا في ايه؟ انا في المصيبه اللي رايح لها ولا هشيل همك انت؟ حرام عليك يا شيخه، كده كتير قوي. سوري يا بابا، عشان خاطر ما تزعلش مني، والله احساسي هو اللي جابك. سوري بقى. ربنا يستر. تعالي. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم. اركب يا مديح. ورا بعض يا رجاله. سلم هيجي الحين يا حبيب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيب. اه قريبين، انزل معايا اوريك. تعالى. أربعة بس. أربعة بس. هدول بس اللي ظاهرين قدامك، لكن جوه البيت لسه فيه زيهم تاني، ولسه فيه ورا البيت. يعني نقول عشرة تقريبا. اه انت ايش هتسوي يا حبيب؟
اتفضلي. مش عايزة. هتحتاجيها الجو حر. ماليش نفس، ممكن تسيبها في العربية. اوكي، ممكن أقولك على حاجة ما تزعليش. ايه هي؟ ما يقدرش اللي انت بتعمليه عشانه في الوقت اللي احنا فيه ده يبقى ما يستاهلش زعلك. انت بتوصل مين السبب؟ انت عارف قصدي كويس. ايوه عارف، بس مش عاجبني كلامك لا عني ولا عني. انا بس حبيت اوريكي حاجات انت مش شايفاها. ساعات العواطف بتخليني ما اتركزش، وساعات الفضول بيخلي الواحد يتعدى حدود مش المفروض يتعداها. زي ما توقعت. ايه هو؟ اديتي. بالعكس، انا بس مستغربه. انت لا تعرفني ولا تعرف عمر. انا اعرف نفسي كويس، واعرف احس باللي قدامي. يا ترى حسيت بايه؟ سيب الباب. بقول لك سيب الباب. ايش تسوي يا حبيب؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا عمر، ما فيش حاجه. بقول لك ايه اللي حصل؟ عمر بليز اهدى. لو ما قلتيش اللي حصل هخلي حد من الرجاله يرجعك على التقفيصه حالا. خلاص خلاص هقول لك. ما ينفع عادي يا حبيب. حبيب عمر، ما ينفع عادي. هتتحاسب عليها دي، هتتحاسب. عمر، نخلص من مصيبتنا هذه ويبقى سوي فيه اللي انت تريده. اتفقنا؟ يلا يا رجال. أنا مش قادرة أفهم، في حلقة مفقودة، إزاي باباك بيفكر بالطريقة دي؟ هو مش بابا بس اللي بيفكر بالطريقة دي يا حنان، كلنا عارفين اللي بيحصل وشايفين وجهة نظر الناس كلها إيه دلوقتي؟ إن أنتِ بتقصديهم ما بيبقوش شبه سامر، لا في الشكل، ولا في طريقة حياتهم، ولا كمان في تعاملهم مع الناس. ستي أنا ما عنديش مشكلة. عندي مخاوفي، بس سايبة الوقت والتعامل بيني وبين سامر هو اللي يثبت ده وينفيه، لكن بابا بقى حاجة تانية، بابا راجل بوليس، راجل بوليس كبير وعنده تاريخه الأكبر مع التركيبة دي. هو وكل اللي حواليه بالنسبة لهم دقن يعني علامة استفهام. طب ما توضحي لي. صعب جدا بكل اللي بيحصل ده، بلس بقى بابايا عنده مشكلة تانية، مستحيل يتقبل فكرة ان بنته مفروض عليها تلبس او تعمل حاجة هي مش مقتنعة بيها. بصي، طبيعة شغل بابايا كانت very strict، لكن في نفس الوقت خلينا كلنا نعيش حياتنا بمنتهى الحرية، طالما الحرية دي ما بتتعارضش مع قيم المجتمع واخلاق. انا بس معلش ممكن اقطعكم واخش معاكم في الحوار؟ لا انت ممكن تعمل اللي انت عاوزه، انا بس افتكرتك نسيت الكلام. لا اصل انا بحب اسمع الاول وبعد كده اجاوب. ممكن اتكلم؟ اتفضل. باباكي عنده حق. ايه اللي انت بتقوله ده يا سامي؟ ايه هو الحق بيزعل دلوقتي ولا ايه؟ الله ينور عليك يا دكتوره. وعليك يا هندسه. بص يا ستي، باباكي عنده حق لان هو المفروض يكون عنده تحفظات على اي حد يتقدم له، سواء انا او غيري، بس انا اهم حاجه في الموضوع ده كله انت. أضح من فضلك. يعني أنا حاسس إن أنتِ ممكن يكون عندك تخوفات إن أنا أتشدد عليكي بعد كده في المستقبل. طب إيه المشكلة في كده؟ ما أي اتنين بيرتبطوا ببعض طبيعي جدًا إن الراجل بيتدخل في حياة اللي معاه، سواء بقى بشكلها أو غير شكلها. دي ملهاش دعوة ولا بالدين ولا بالدق، دي طبيعة الراجل الشرقي في حياتنا. عندك حق، والموضوع ده يخص مظهري، بس مظهري ما يمسنيش. أمال يمسني؟ تمس ديني. بصي يا عليا، أنا الحمد لله لما ربنا كرمني قدرت أمسك ديني وأمسك دنيتي. خلي بالك ده أحلى إحساس في الدنيا، الناس اللي بره ما بتحسش الموضوع ده، أول ما بيخشوا جواه بيحسوا قد إيه إحنا مستمتعين بحياتنا. وبعدين خلي بالك الدين ده ترغيب مش ترهيب، وأعتقد كده جاوبت كل الأسئلة اللي بتدور جوا دماغك. انت بتزعقني ليه؟ هو انا اللي خليت الاسم سيف ده يخطفها؟ انت ايه يا اخي؟
انت مالك؟ انت بتفكر في ايه؟ رد عليا يا دورة، بنتي فين؟ يا بنتك انت لوحدك. وهي يعني لو كانت بنتك وكانت فارقة معاك كان زمانك واقف بجد في ايديك بالمنظر ده. الحيوان خطف البنت عشان يساومني. انت بتقول ايه؟ هو ده اللي مضايقك؟ انت مجنون؟ بنتك اتخطفت؟ اخرسي بقى، اخرسي بقى. سيف ده كلب، كلب خطف البنت عشان يساومني، فاهمة ده معناه ايه؟ معناه اني لا يمكن احط اي توقعات للي ممكن يطلبوا مني. انا في الحقيقة ممكن اقدم روحي علشان بنتي، بس الحقيقة اللي انت لا يمكن تفهميها اللي سيف حياتي عنده ما تهموش. سيف ده وسخ مريض، ودلوقتي بقى عنده الحاجة اللي اقوى من كل العروض اللي ممكن اعرضها عليه. ليه؟ ليه يا ادهم؟ انت عملت له ايه تخليه يحطك في دماغه بالشكل ده؟ ما احنا طول عمرنا كنا عايشين ولا حسينا بيه ولا موجوده في حياتنا اصلا. مين سيف ده يا ادهم؟ ليه عايز يذلك كده ويحرق قلبي؟ رد عليا، رد عليا. ضرة بنتي راحت. اخرسي، انت مش فاهمه حاجه. هتقعدي في البيت لحد ما حل المصيبه اللي احنا فيها دي، والحد ده ما يحصل مش عايز اسمع لا سؤال ولا رغي. فاهمه؟ 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 يعني ايه؟ يعني ايه؟ جن هما؟ ما كانوا موجودين هنا؟ ما احنا لسه شايفينهم من شويه. عمر اكيد حسوا بينا. مستحيل يا حبيب، اكيد في حاجه حصلت. شهاده خلاص؟ معرفش، معرفش يا مديح. ايه رايك؟ حلو قوي، جامد اخر حاجه. طب هاتي. حلوة قوي. يلا مبروك عليكي. تهزري؟ لايق عليكي قوي. زيزو، يا زيزو. اتحشمي. ايه زيزو ده؟ ما تشوفي لنا اسم تاني غير ده. وايه المشكله؟ انت نازله من صعيدي وانا بحبك ولا بحب بلدك. حلو جوي العقد ده. سلمى عملتهولي. تسلمي ايدك يا سلمى. خليك قاعد معانا شويه. لا معلش، قلبي مش مرتاح. تقفيصه لوحدها وسليم ورانا نايمين. 10 دقايق عشان خاطري. قومي اعملي لنا كوبايتين شاي. طيب ما تزقش. جاتك الجرف في حلاوتك. حلوه. تسلم ايدك. طيب. ايه يا لورا؟ البنت منهارة يا سيف. عادي، بنت صغيرة من غير أهلها ومع ناس غريبة، لازم هتنهار. مش عارفة سيطر عليها خالص، بقت متأكدة ان في حاجة مش صح. انت مش مطلوب منك تسيطري، مطلوب منك تحطيلها الأكل وتشيليه، وهي لما هتجوع هتاكل. طب افرض مرضتش تاكل وبدأت تتعب؟ جرى ايه يا لورا؟ انا هنسيب كل اللي ورانا نقعد نفكر في درة؟ تحب اكلمهم يصفوها خالص؟ تلاقيش. هي ممكن تخس شوية، تعيط شوية، تعيا شوية وخلاص. اوكي سيف، حاضر. بصي، الموضوع ده مش هياكل وقت كتير معانا، يعني كلها كم يوم ونخلص ويظهر زفت أدهم. اوكي. انا عايزك تحافظي عليها على قد ما تقدري عشان اجيب أدهم قدامي، عايزه يسمع صوت. لورا، روقي لورا، دي مش أول مرة نشتغل، كلها كم يوم نخلص من الكابوس ده كله. باي. باي.
الو. ايوه يا سيف. قول لي الحمد لله على السلامه الاول. اخلص يا سيف. طب بلاش لي يا. قولها للبنوته الصغيره الجميله. هي معاك دلوقتي؟ نو. بس لما تيجي هتشوف. انت اللي طلبت مني استنى لحد ما تقول لي هاجي لك امتى؟ اديني بكلمك علشان اقول لك. امتى؟ هبعت لك مسج بالعنوان اللي هتيجي عليه. فاهم؟ اكلمك على نفس الرقم اللي ظهر لي دلوقتي؟ ما تشغلش بالك. اوصل وهتلاقيني بكلمك. اوكي. مع السلامة. انت متأكدة من قرارك ده يا سلمى؟ انت لما جبتني هنا انا كنت متخيلة اني مش هقدر استحمل ده اكتر من 3 ايام. مكان هادي مفيش ناس مفيش حياة، ملل صعب اتعود عليه. هو ده اللي انا اقصده بالظبط. واحدة زيك صعب تستحمل العيشة دي. تخيل ان طلع العكس. انا اكتشفت نفسي هنا، اكتشفت ان اللي زيي مينفعش تعيش اللي في مكان زي ده. كل حاجة فيه زي ما ربنا خلقها زي ما هي، مفيش حد غيرها ولا حتى بالافكار. عارف العقد انا عملت العقد اللي في رقبتك ده ليه؟ ليه؟ قوقعه صغيره. كنت بتمشى انا وساندي على الشط ولقيتها. اول مره اشوف تفاصيل حاجه زي كده. كنت دايما ببص للحاجات اللي ما فيهاش تفاصيل، اللي ما تستاهلش نبص عليها اصلا، وسايبه الحاجات اللي تستحق ان احنا نقرب منها ونشوفها. الحاجات اللي ايدين البني ادمين وعقولهم ما غيرتهاش. احنا بنتفلسف بقى. لا يا عمر، احنا بنفوق. بس انا يا سلمى ما اقدرش اضمن لك ان انا افضل مكمل حياتي هنا. على فكره ولا انا، مفيش اي حاجه مضمونه. انا بس حبيت اقول لك ان انت تطمن ان انا بقيت كويسه، وان انت مش محتاج تقلع عليا من اي حاجه، وهتشوف ده بنفسك. كل يوم بتغير عن اليوم اللي قبله. مش داعي خالص انك تبقى قلقان. لا انت ولا راضي. الله يرحمه. الله يرحمه. على فكره بقى انا كمان ما بقتش قلقان. على فكره بقى احنا متراقبين. على فكره بغصب عنكم بقى. انتي واقفه هنا من امتى؟ من اول ما عمر المفروض ما يبقاش قلقان عليكي. وايه رايك؟ انا من اول ما شفت سلمى واتكلمت معاها وانا كنت واثقه ان ده هيحصل. اشمعنى؟ عشان انت اللي جواكي ما فيهوش شر يا سلمى. خلصتي؟ لا لسه، هكمل معاهم بكره. طب انا هموت من الجوع. يلا بقى على التقفيصه. يلا يلا. لا انا اللي احطها. ما تسيبيها. لا نفض انت هنا. بطل الخيمه بقى. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا احمد؟ صباح الخير يا احمد. ادم بيجي ورايا. تمام. طبعا ينور طبعا. الله يكون في عونه. زعلانه عليا قوي. مش عارفه اقول ايه. انا مش عارفه لو شفت اقول ايه. صباح الخير. ازيك ادم باشا؟ صباح الخير يا ادم بيك. صح حضرتك. اخبار مدام غدا ايه؟ احسن الحمد لله. الحمد لله. باشا مفيش اخبار عن دره؟ ربنا يجيب العوائب سليمه يا سليم. شكرا يا رب. ان شاء الله. عمر في معاك. عمر في مشواره جاي ان شاء الله على طول. طب انا استناه. تمام. القهوه هتيجي حالا. وشكرا. ياسمين ممكن تيجي تساعدني؟ احمد ممكن عايزك في حاجه؟ ادهم باشا بعد اذنك. اتفضل. تعالى تعالى تعالى. اسمك ايه؟ محمود. ازيك؟ كويس. هات حضن كبير. ايه رايح فين؟ تنزل بسين ولا ايه؟ انت
طب اديني بقى بوسه كبيره بقى. يلا باي باي. ادهم باشا معلش، ده عمر طلع سايب تليفونه هنا. هو اتعود يسيب تليفونه كتير؟ مش عارف بس اكيد نسيه. يلا حصل خير، اديني قاعد مستنيه. معلش بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. شكرا. شكرا. علياء باشمهندس كامل، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اسف اني اضطريت اني اجي لك لغايه هنا، بس انت ما سبتليش اي حل تاني. ما بتردش على تليفوناتك، ومن ساعه ما سبت الشغل وانا مش عارف الاقيك في اي حته. وده يخليك تيجي لغايه البيت ومن غير ميعاد؟ انا اسف بس عندي كلام لازم اقوله. كنت لازم ادافع عن نفسي. عليا انا مش كذاب زي ما انت متخيله كده. انت عارفة موضوع الجواز كنت هحكيهولك، كنت هقولك على كل الحقيقة، بس انت عرفتي قبل ما اقدر اقولك. وبعدين اني متجوز في السر و بعرف الناس على مراتي على انها اختي، ده كله كان حسب ارادتها هي. ظروفها كانت مخليها مش عاوزه الناس تعرف. انا مش عارف اقول لك ايه. انا اسف جدا على كل حاجه، بس انا قبلت بالظروف دي وانا اللي وافقت عليها، بس لما عشتها وحسيت بالمشاكل اللي فيها اكتشفت اني مش مبسوط. مش هو ده اللي انا عايزه. ما ينفعش ابقى بستخبى من كل حد ومن كل حاجه. انا اسف علياء. انت بقالك تشتغلي معايا في المكتب فوق السنه وشهرين، وطول الفترة دي اتعاملت معاكي بكل احترام. ما اظنش اني صدر مني اي حاجة تخليكي تشكي فيا. وحتى لما ابتديت احس اني حاسس بحاجة تجاهك كان احساس بريء قوي. حسيت اني هي الست اللي هي دي الست اللي عاوزة تبقى مراتي. حسيتك الزوجة. وبرضه لما قررت تتجوزني خدت قرار منك لنفسك لوحدك، زي جوازة السر بتاعتك دي برضه قررتها كده انت في يوم من الايام لوحدك. لا بس المره دي تختلف، دلوقتي انت بتاخد القرار ليك وليا وللغلبانه اللي ظروفها دلوقتي مضايقاك، مش كده؟ طب هي المفروض تعمل ايه؟ المفروض انا اشيل ذنبها؟ يا اخي انت عايش في جوازه فاشله زي ما انت بتقول ومضايقاك وظروفها مش مناسباك، انهي الجوازه الاولانيه الفاشله قبل ما تبدا جوازه تانيه تفشل برضه. ولا انا بتكلم غلط؟ انت مش قادره تفهميني. ما عنديش تاني كلام اقوله. انا اسف اني جيت لك هنا. سلام. أدهم بيه. يا عمر ازيك؟ الحمد لله تمام. عمر انا هدخل اشوف سندي. طيب بعدي بس على معتز خليه يغدينا بقى. اوكي حاضر باي. في جديد في موضوع دره؟ ما هو ده اللي جايبني يا عمر. ممكن نتكلم شويه؟ طب اسيبكم لوحدكم؟ لا لا اتفضلي يا مريم اتفضل. خير؟ انا عرفت دره فين يا عمر. وادي موضوع المرور اتحل يا معلم ومية مية. ادي الكارت معاك، اطلع على المرور لو حصل اي مشكله كلمني.
يا باشا جمايلك مغرقان. انت راجل جدع وانا بحبك وانا كنت، بس مش تقول لي ايه الاخبار؟ عادل بيه كان سهران سهره من اياهم من يومين ثلاثه. فين؟ نايت في المهندسين. نايت؟ وبعدين؟ كان قاعد مع بنت ريكلام من اياهم. ما تجيب من الاخر يا عم، انت هتنقطني. ما انا بقول اهو يا باشا. قول. تاني يوم نزل الصبح من البيت هو وواحده صاحبتها. صاحبتها؟ ده مقضيها. ده عايشها يا باشا. طب بص يا بركوت، تعرف تجيب لي البيت دي ايه اخبارها؟ بتنزل امتى؟ بتقعد امتى؟ هي مين يا ناصر؟ بعون الله هي ساعد زمن، ويبقى عندك الخبر اليقين. ايه اليقين؟ اليقين يا باشا. ماشي يا بركوت. تأمرنا بأي خدمات؟ الله يخليك يا عم، اقعد اشرب الشاي ولا انت مستعجل؟ افتكرت ايه؟ موضوع الست رباب والواد اللي عمل معاه الغلط. صور لها سي دي ونزله على النت. استغفر الله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب بركوت، اتك على الله. انت ماشي ماشي، تأمرنا بأي خدمات. الله يخليك يا حبيبي. حضرة الظابط، السكينة كانت سبحك؟ كانت ولا مشاعرك زي العيال الصغيرة؟ طب الحل ايه؟ ترفع عينك في عين الناس ازاي؟ البدلة الميري وزمايلك في الاسم، ياه على اخر الزمن هذه بنات، ومع مين؟ مع الانسان اللي احترمتها قبل ما تحبها. يا رب اوعى ايمانك بربك يقل. افرض يا اخي كانت اختك وحصل لها اللي حصل، ايه كنت هتخاف توقف معاها قدام كل الناس، ولا هتحاكمها زي اي جاهل؟ ما يمكن يا اخي تكون الامل اللي ربنا بعته لها اليسر اللي بعد العسر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. مساء الفل والجمال على احلى زوزو في بار الزمالك كله. اهلا. ايه ده انت غيرت بدلتك فين؟ غيرتها في الاسم يا ماما، قلت يعني اودي البدله دراي كلين. ايه مكشره ليه يا زوزو؟ ايه ده، اوعى تكون مدام نبيله اديتك ميعاد وفرقعتك. لا ده الموضوع كبير، تلاقي فاطمه حصل لها حاجه، ده اللي مزعلك صح؟ اتعشيت؟ اتعشيت؟ لا والله الموضوع اكبر من كده. واضح ان كريم هو اللي مزعل فاطمه، بس بيني وبينك فاطمه تستاهل. مش عايزه اهزر دلوقتي يا عيني. بقول لك ايه، لو ما كنتش اتعشيت اتفضل قوم خش غير هدومك وعمال ما احضر العشاء. يا حبي مالك، طب انا اقدر اتعشى من غيرك برضه؟ طب يلا يلا حبيبي. خلاص هدي يلا. هدي هدي ولاد خالي، هدي. ربنا يجعل الكلام خفيف عليك يا زوزو. يلا أيمن. أيوة زوزو. هو أنت أجرت شقة المنيرة؟ أصل أنا رحت النهاردة طل عليها لقيت البواب بيقول لي إن أنت سكنتها. يخرب بيت ذاكرة السمك اللي أنا فيها دي. دي عمة الواد صاوي وبنتها جايين من إسماعيلية من كام يوم كده. هو بصراحة كان قال لي يعني لو الشقة فاضية ممكن يأجرها، بس أنا نسيت أقول لك يا حبي. والله يا زوزو أنت مضايقة بجد ولا إيه؟ لا خالص، بس مش مطمنة لكلامك. ليه بس؟ ما هو مش معقولة تبقى شقتي ومعرفش مين اللي ساكن فيها. ولا أنا بالنسبة لي قرايب صاوي وخلاص، خدمة يعني.
يعني انت ما تعرفهمش؟ لا ازاي؟ انا مديهم ايديا. موديهم بس؟ اه بس دول عارفينك، عارفينك كويس قوي قوي يا أين. ليه خير يا ماما؟ هما قالوا لك حاجه؟ ما كانوش محتاجين ان هما يقولوا حاجه، كفايه اللي عملوه معايا اول ما عرفوا ان انا مامتك. ايه زعلوكي في حاجه؟ بالعكس، دول قابلوني احسن مقابله، وهاتك يا بوس ويا احضان، والست اللي اسمها ساميه اللي معاهم دي قعدت تدعي لك وتدعي لي، وحسستني زي ما نكون مشيلينها جميل عمرها. طب الحمد لله. وده بقى اللي مضايقك؟ لا يا حبيبي، ده اللي قلقني. هما مين دول يا ماما؟ ناس غلابه ومقدرين الواجب اللي اتعامل معاهم. فيها حاجه دي يا حبي؟ لا يا حبيبي، شكلهم كده مش عاجبني. علشان غلابه يعني؟ لا مش قصدي، الا هو مش صاوي ده هو الملازم صاحبك اللي جه كان اتغدى معانا كده من جي 3 4 اشهر. طب ما انت عارفاه اهو. بس الولد ده شكله ابن ناس. يعني ايه؟ اما الغلابه ما بيبقوش ناس يا حبي ولا ايه؟ مش قصدي يا ايمن، بس الناس دول شكلهم مش مريحني كده. وانا مالي يا زوزو يعني؟ الصاوي قال لي عمتي وبنتها جايين يقعدوا كام شهر كده، يعني اقول لهم لا خلاص ما نسكنش غلابه؟ مش قصدي يا ايمن، بس انت متاكد من اللي انت بتقوله ده يا ايمن؟ يعني ايه متاكد؟ طبعا متاكد يا ماما. اصل انا قلقانه كده من كلامك ده. الله، ايه اللي قلقك بس يا ست هانم؟ ما كل حاجه ماشيه مظبوط. بقول لك ايه؟ قول استكل. ما تقول للملازم ساوي صاحبك ده خليه يبقى يجي يتغدى معانا بكره كده. يا فين ايامك يا ساوي؟ اتنقل السلوم يا ماما خلاص. يا واد الله، انت مش قلت لي ان هو لسه من كام يوم هو اللي جايب لك الناس دول؟ امبارح يا ماما، امبارح سافر، ده زمانه لسه واصل دلوقتي. انت فين وهو فين؟ ربنا يجيبك بالسلامه يا ساوي. والله يا حبيبي. طيب اقوم انا بقى احضر العشاء. تسلمي لي يا ست الكل، يا احلى زوزو في الدنيا يا قمر. We'll be right back.